الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوريا الجنوبية. الصحة تؤكد إجراء تحاليل ل 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر. الصحة تعلن فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي للعناية بصحة الأم والجنين خلال 4 أيام. الواحدة مساء في القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جاي رئيس كوريا الجنوبية، وأكد الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع كوريا الجنوبية وذلك في مواجهة فيروس كورونا. كما أكد الرئيس السيسي على قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة والتطلع للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة الفيروس. كما أعرب الرئيس السيسي معربا سيادته عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والشراكة القائمة بينهما. ومن جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير بلاده لمصر ولحضارتها العريقة وتطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة في التنمية الشاملة. أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه تم إجراء تحاليل ل 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بمصر، وذلك بداية من يوم 7 من شهر يناير الماضي وحتى الأمس، مؤكدة أن جميع نتائج التحاليل جاءت سلبية ما عدا حالتان لشخصين أجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقاً. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان المحدث لوزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية 4 مارس 2020. من يوم 7 يناير 2020 حتى اليوم تم إجراء 1904 تحليل لحالات مشتبه بها، جميعها سلبية ما عدا الحالتين. الحالة الأولى كان حامل للفيروس وتعافى، والحالة الثانية تخضع للعلاج، ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر، وجميع العلامات الحيوية في تحسن، وكذلك الأشعاعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة. هذا بالإضافة ل 41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية. الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم، وما زال أكثر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي، وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة. العمل الذي تقوم به وزارة الصحة هو عمل بتنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنسيق لحظي، وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية، وجميع البيانات مدققة وجميع التحاليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية. في هذا السياق أود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين، وأخص بالذكر قطاع الطب الوقائي والحجر الصحي وفرق العزل وفرق الترصد وجميع وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية، وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين، وجميع العاملين في وزارة الصحة وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأشكرهم وأشكر ذويهم وأسرهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه. إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث، ولكن في حالة ثبوت أي حالة إيجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وإطلاع الجميع عليها لحظيا. أشكركم.
أعلنت وزارة الصحة عن فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في الأول من الشهر الجاري وحتى مساء الأمس بأربع محافظات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة. وتشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الأوساط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمصر. وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت البيانات التي تعلنها مصر بهذا الصدد، ومشيرة إلى أن المنظمة الدولية نشرت على حسابها الرسمي على موقع تويتر بأنه حتى الآن عدد الحالات التي ثبت إصابتهم بمرض كوفيد-19 في مصر هم حالتان فقط ولشخصين غير مصريين. كان هذا موجز الواحدة مساء من تلفزيون النهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.